يقول السائل: ما حكم من يشهد أن لا إله إلا الله ولا يأتي بأي طاعة مع إقراره وعدم جحوده؟ شهادة لا إله إلا الله قلنا لكم لها مقتضى ولها مدلول، ما هي مجرد نطق. الذي يشهد أن لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يقوم بأركان الإسلام هذا ليس بمسلم، لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال، بل هي لها مدلول ولها مقتضى لا بد أن يقوم به، يقيم الصلوات الخمس، يصوم رمضان، يؤدي الزكاة، يحج حجة الإسلام إذا كان يستطيع، يعتمر عمرة الإسلام إذا كان يستطيع. أما الذي يترك الأعمال نهائيا بدون عذر شرعي ويقتصر على التلفظ بلا إله إلا الله لا تنفعه هذه الكلمة، لا تنفعه، لأنها لفظ خالي ليس له معنى. نعم.